1970 وأمام 120 ألف متفرج اكتظت بهم مدرجات استاد القاهرة، حقق الإسماعيلي أول كأس إفريقية لمصر أمام الإنجلبير بطل الكونغو. وخلال 33 عام تفصلنا عن هذا اليوم ولدت أجيال وأجيال عاشقة لدراويش. ظلت علاقتها بالكأس الإفريقية علاقة سمعية مرتبطة بما يحكيه الكبار، حالمة بأن تتحقق الأسطورة التي طالما انتظروها ذات يوم.